نفذ مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي خلال اليومين الماضيين 9 هجمات على مواقع قوات الاحتلال المغربية حسب ما أفاد به البلاغ العسكري 45 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية. وأبرز البلاغ أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت هجمات في مناطق دومس بقطاع البقاري، الغشوة وروس الفريرينة بقطاع السمارة، روس الشاذمية وتنوشاد، وروس السبط بقطاع المحبس، وفدرة التمات بقطاع حوزة، والثلاثيات بقطاع الجلتة، وزمول أم خملة بقطاع مدريقة. وكان آخر بلاغ عسكري لوزارة الدفاع الصحراوية خلال الساعات القليلة الماضية قد أفاد بتدمير القوات الصحراوية لرادار بشكل كامل بمنطقة تينيليج بقطاع البقاري في خطوة تعكس نقل المواجهات إلى مستوى آخر بحسب ما أوضحه عسكريون صحراويون للدولية. نفي أحمد محمد من مخيمات اللاجئين الصحراويين لإذاعة الجزائر الدولية.